الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفت التصوير مجرد جولة مسائية صوب شرق، فابي اقعد هذا كرسي فبروح اقعد هناك اطالع البحر، واذا في حد داق اشوفهم اخر اللي قاعدة حلوة، وارجع باذن الله ان شاء الله. توكلنا على الله. لا بأس بالأجواء، يعني مو حارة زينة، أجواء لا بأس فيها، حداقة قليلين، الماية ثبر. بس جايين نقعد تحت كرسي، نشرب شاي، نطالع البحر، نغير جو، نرجع إن شاء الله. هذه الأجواء، نقعد شوي قريبين عند الحداقة، نشوف شلون صيدهم. هذا كرسي ذاك مجلس الأمة. كنا ضرب عليه شيء قاعد يسحب. أخيرا استقرينا، نقعد شوي بهالأجواء ذول الحداقة. هذه القعدة. السلام عليكم. مثل ما شفت الأجواء، هذه الأجواء. اليوم جاء خاطري إني أطلع بس لا حداق ولا شيء، مجرد قعدة ونعيش أيام قديمة، هذه أيام شرق، أيام ما كنا نحدق، وأجواء صراحة حلوة، يعني ما في حرارة، يعني جو معتدل ما شاء الله تبارك الرحمن. نشرب جوهتنا ونشوف. هذا واحد يسلم. نشوف، الله يوفق الجميع ان شاء الله.
حدك وحطيتك ماكو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسحلهم كل ما صبنا شيء لان المايه توها يعني بدايه الرشه. يلا الساعه 1:30 بالليل الا لهم نصيب راح يجي. هذه سمك؟ اي سمك. هذا يميام؟ يمام؟ يميام. يس هذا يميام. يميام. جود. اليوم انا سهرتي مع البنغاليه سوالف البنغالي قاعد شكالي هذا وظروفه وحالته حاله ويعني لازم يشرح ظروفه. الله يعينهم. هذه القطاوه قاعده تنتظر تبي ياكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله قضيتها مع البنغالي قاعد عندي بشكالي ظروفه وماكو فلوس راتب ماكو شغل ماكو بعد هذا نصيبكم. يعني يجون هني يعتقدون ان الفلوس يعني طايحه
الحين الظروف غير اول، قبل كانت العماله قليله وكان في شغل، الحين الكويت متروسه عماله، وين ما وين يحصل الواحد شغل، لا هو ما يشتغل بشركه ولا شيء، بس عنده اقامه من هاللي يشتغل على حسابه، يحصل او ما يحصل. مشاكل الناس الله يعين ان شاء الله. نقعد لنا شوي ان شاء الله. توكل صاد الايام شيء حلو يعني زين لا باس. هذا البنغالي جاء عندي شوي وهذا سألني قال انت منين انت يا عبا؟ ما عبالي اني كويتي. قلت انا من فرم كويت. قال اوه كويتي. كان قد عندي وقام تشكى وقال لان هذه سوالف يدورون الرزق، يمكن يحصل عندي شغله، اقول له تعال اشتغل عندي، تعال اوديك كذا، فيدورون يعني هذا يعني يحاول يلقى له فرصه باي طريقه. والله نقول الله يعين الجميع الصراحه الله يعينهم. هذه القطوة قاعدة عندي من اليوم وأنا لا أحدق ولا شيء، ما عندي شيء، روحي عند اللي حدق مو عندي. طلع علي يمامة ثانية لأن قامت ترش، فقام السمك يقرب. والمكان هذا زين يعني للشعم حتى صبيطي، يعني هذه مناطق الشمال يعني يجي فيها لو أن فيها جموم وفيها هذا، لكن فيها اسمكة اللي يجيب اوقات المناسبة يعني ممكن يتوفق ان شاء الله. خش صيدة يميامتين جود 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 الحين ما شاء الله سمك يجي. ايه الحين يجي ماي. الحين يجي هذا. رميس. هذا كله يميام. على براس ورا يا برسك. خليه يجي خليه يجي. ايه الحين يجي. ايه قد يميام. ايه يميام. يلا خليه يجي. مع الرشة. والقطو وراه. الحين جاء اللي راح كان مساعة. واحد منهم راح داخل بالنقعة وقال بسيط فيها، الثاني اللي قاعد صاد لها الحين يميامتين كان يجي الحين يجرب. هي المسألة يعني كان يميام ولا غيره، لكن الفرحة فرحة الصيد والوناسة هذه أهم شيء بالحداكة. ثروة الحداكة شوف شوف ما شاء الله طلع لان قامت ترش، دام ترش ارتفعت المايه سمكه تجي. يمهم مصارين قاعدين يحدقون بالمصارين، والمصارين يمه حلوه صجريحه لكن تجذب السمك، كل سمك يضرب عليها. بس عيب الهنود البنغالية إذا شاف واحد يحدق تجمعوا عليه، هذا اللي يخلي الواحد ما يجيني لو بيحدق يبتل شيام ما ياخذ خصوصية. لو يقعدون مثلي بعيد ما يخالف لكن يلزقون فيك. قاعد يعلم خويه شلون يحذف، اعطاه صاحبه مو قال له احذف كذي كذي، يعني هو خبير الحين يعلم ربعه. اليوم هذه سهرتنا مع الحداقه البنغاليه. تغيير جو حقيقه، المكان حلو زرع إن شاء الله ثاني مرة أجيب سنارتي. شكله صاد هذا. أوه ما شاء الله هذا مبدع الليلة. حلالي.
هذه باخره رايحه على المينا. هذا طريق البواخر روح مينا الشويخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت طلعتنا اللي الحقيقة غيرنا فيها جو ونبي نرجعها الحين. وهذه طلعة خفيفة بدون حداق، قضيناها سهرة مع حداق البنغالية والحمد لله. وممكن يجي يوم أجواء زينة نجي إن شاء الله يوم نجيب سنارتنا نجرب الحداق هني بإذن الله إن شاء الله. بسم الله توكلنا على الله، هذا احنا ماشيين ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله الاجواء الحين يعني تشجع الواحد يطلع بالليل، تشجع حلوه. هذا حداق ان شاء الله، الله كريم. وصلنا لسيارتنا، نحط اغراضنا ان شاء الله، توكل على الله. هذا حداق، الحداقه قاموا يجون الحين، الحداقه لان هذا وقت الحين المايه رجت والمايه زينه الحداقه. الله يوفق الجو. سالني الحداق، سالني يقول المايه في مية ولا؟ قلت لا المية جاية وراشة وسمكها متحركة. الله يوفقك. يلا حط اغراض ونتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المكان زين وشرح، لكن اللي يحبون الهدوء ما يصلح لهم، يعني ما يصلح. تشوف الحين رشة الماية وخلوا الحداقة وسرانيرهم، فساعات يضايقونك يقعدون جنبك. احنا لنا ما يصلح، متعودين حداق قبل، لا ندور الهدوء. لذلك تشوفنا دائما نروح اماكن بعيده هاديه نحدق فيها وناخذ راحتنا. احنا في منطقة شرق، يعني هذا سوق شرق، هذه كلها منطقة شرق. ندخل على طريق الفاحي، احنا رادين.